خذ مني الشارع حاول ما تغيب، يمكن تغادر من اسباب الغياب، يمكن تغادر من اسباب الغياب. اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، للشارع والمعرفة بابو جواب، للشارع والمعرفة بابو جواب. من يخطي احيانا واحيانا يصيب، ما يجهل ما يجهل ان الخطا عكس الصواب. خذ مني الشوق. ورحمة الله وبركاته. البقاع يلا صبحهم بالخير. كيف الحال يا رجال؟ عساكم طيبين. الله يبقيك. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. كيف الحال؟ مرحبتين. يا مرحبا القرقاح مليون ترحيبه. البقاع الله يهديك طول عمرك، الله يهديك. يلا حي. كيف الحال طال عمرك؟ شلونك؟ طيب يا سلطان. البقاع يلا حي. الله يبقيك. هلا خالد. كيف الحال؟ شك طيب. مرحبتين. كيف الحال؟ شك طيب. مرحبا ابو النحي. كيف الحال؟ هلا وسهلا. مرحبا. كيف الحال؟ هلا وسهلا. مرحبتين. كيف الحال؟ الله يهديك. ما ادري كيف الحال؟ شلونك؟ طيب يجعلك طيب. طيب يجيك. كيف الحال؟ شك طيب. شاعرنا مرحبا. كيف الحال مبارك؟ شك طيب. شلونك؟ صبحكم الله بالخير جميع. كيف الحال يا رجال؟ مرحبا يا عود. مرحبا. كيف الحال؟ شك طيب. بسم الله. لا انت. صبحكم الله بالخير جميع. الله يطول عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، صبح عليكم بالخير من خلال فقرتنا الأسبوعية، فقرة شور اللي تجيكم من خلال هذا البرنامج الأكثر من رائع اللي يعيد وكرر هقوتنا فيه وفي نجومه تعدت الغلاف الجوي، نجوم أثبت أنفسهم اللي هو برنامج مراجل. اليوم بإذن الله نجدد عهد فيكم، نجدد عهد نجومنا الغالين. نسأل الله التوفيق لمن غادرنا من الشباب، تقريبا عددكم الحين 23، غادر نجمين وباقي 23 نجم. اكمال مسيرة النجاح امر مهم. حقوتنا فيكم طيبة، متميزين، سواء شعراء، منشدين، اصحاب ريالتي، اصحاب روح طيبة، معلقين صوتيين، مبدعين بكل مجال. الله يوفقكم ويسر اموركم. يا مرحبا بالجميع. شلونكم يا ربع؟ عساكم طيبين. قبل لا نبدا عندي خبر، او مو بخبر، قاله تقريبا سلطان السمي وباكد عليه وعلى اهميته. قبل ذلك ابي الله ليهينكم فريق وليد البحيح هنا وفريق عمر هذال بالجهه هذه. مضبوط كذا؟ اكتملتوا؟ ابو جامع اجي اساعدك مره. طيب تعال، يهمنا حضورك ابو جامع. شلونكم يا ربع؟ عساكم طيبين. يلا حيهم. كيف الحال؟ كيف الامور؟ كيف الدنيا؟ كيف؟ طيب انتم عارفين ان المجموعات متقسمه كمجموعتين، مجموعه وليد ومجموعه عمر بن هذال. ابتداء من اليوم باذن الله يتطلب، يعني متطلب منكم مثل ما دريتم من اخوي سلطان، اللي هو عمل جماعي لكل مجموعه. عمل جماعي لكل مجموعه، هنا عمر وهنا وليد. العمل هذا بيشارك فيه الجميع، سواء شاعر، منشد او غير ذلك، ما هو محتكر على احد. جميع شخص في مجموعه بيشارك باذن الله بهذا العمل. المطلوب منكم انكم تعاونون خلال هذه الايام وتسلمون العمل، يكون جاهز منكم كفريق يوم الخميس القادم باذن الله. الخميس هذا، اليوم اليوم احنا الثلاثاء، يومين عندكم مساحه كافيه باذن الله. اي بخصوص العمل اللي كلموا، يعني عمل جماعي يكون فكاهي ولا يكون. عليكم السلام. مرحبا ابو عبد الله، انت معي؟ فالمطلوب منكم انكم تساهمون في انجاز هذا العمل. اي عمل؟ اي عمل جماعي. وعاد تاخذون الفواصل، يعني فواصل الحديث او التفاصيل الدقيقه من الاعداد باذن الله من راشد والشباب. اهم شيء يكون يوم الخميس جاهز. كل يوم خميس بيسلم عملين، عمل فريق عمر بن هذال وعمل يخص فريق وليد البحيح. عليكم السلام. وبخصوص ان في اعمال وفي تحديات بدت الحين بين الفريقين، هل جاء خطر في بالكم انكم تسمون المجموعتين؟ سميناهم.
وش سميتوها؟ يا سلام.